معنا الآن مباشرة رئيس مركز كلوذا للدراسات الدكتور باسل حسين لمناقشة ملف الانتخابات والرقابة أيضا. دكتور، كيف يمكن أن تؤثر الرسائل الدولية على ضرورة عدم التدخل بالانتخابات وطبعا على طريقة تعامل إيران مع الانتخابات العراقية؟ مساء الخير سيدي الكريم ولا مشاهديكم الكرام. بالطبع هنالك رسائل جدية من قبل المجتمع الدولي. الآن هنالك مقترح فرنسي يبحث بصورة جدية في داخل أوروبا الأمم المتحدة وخاصة مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن، مفاده أن تحديد 4 نقاط رئيسية. أولا الإشراف وليس الرقابة، الإشراف على الانتخابات العراقية وضمن الإشراف حتى على المفوضية. الثاني تحديد، حتى طرحت فكرة تحديد نسبة المشاركة رغم أنه بعض الأطراف الروسية والصينية يعني أبدت يعني معارضة لهذا الاقتراح. المسألة الثانية هو في تقييم الانتخابات، والمسألة الرابعة هو أنه عدم الاعتراف بالانتخابات في حالة يعني شابه تزوير شامل، إضافة إلى فرض عقوبات على الأطراف والدول والجهات والأحزاب التي تعمد على تزوير انتخابات. حقيقة هذا مقترح يعني يرسل رسالة مهمة جدا، لا سيما أن هنالك بعثة من الأمم المتحدة الآن يعني تناقش في داخل العراق مسألة الرقابة والإشراف، ومن المؤمن أن ترفع تقريرها إلى مجلس الأمن للبحث في هذه. طبعا هذا كلامك يدعوني إلى أسألك، أنه هناك مصادر تؤكد أن المرونة الإيرانية اللي لمستها بلاشخارد ربما انعكست حتى على بعض الفصائل في الداخل. طيب إلى أي مدى يمكن أن يخلق أو تخلق هذه المرونة بيئة آمنة للتصويت، وهل تعتقد أن الفصائل ستبقى ملتزمة؟ أولا هذا أمر مؤسف، لأنه أنت حينما تناقش قضية انتخابية عراقية داخلية مع طرف إيراني هذا يعكس اللحظة الإيرانية. أنا أستطيع ما أطلق عليه الآن هو وجود اللحظة الإيرانية في العراق المنطقة ل4 سنوات، وهذا يعكس أيضا متى التدخل الإيراني في الشأن العراقي ومنها الشأن الانتخابي أو حتى في مسألة اختيار رئيس الوزراء. لم تعد الانتخابات شأنا عراقيا خالصا، بل أصبح العامل الإيراني عامل أساسي سواء عن طريقها أو عن طريق وكلائها، وبالتالي لها التأثير القوي. وهذا ما حدا بلاسقط بالتوجه إلى الأمم إلى إيران ومناقشة الوضع العراقي وكأنما هو وضع داخلي إيراني. بالتأكيد أنه لكن هذه التطمينات الإيرانية لا يمكن الارتكان إليها، بمعنى أنها ربما يعني تبعث رسائل إيجابية ضمن إطار الرسائل الإيجابية للمجتمع الدولي والتفاؤل بمجيء ترامب. بالتأكيد ستحاول إرسال رسائل إيجابية ومن الملف العراقي، لكن لا أعتقد أنها يعني تقصد فعلا أن تكون هنالك أي مرونة. بالعكس تماما، أنا أعتقد سوف تضغط في ملف الانتخابات على نحو كبير. دكتور، الخارجية العراقية المتمثلة بوزيرها فؤاد حسين وخلال جولته من المباحثات في إيران ولقاءاته مع شخصيات أغلبها تتسم بالاعتدال، هل تعتقد أن سياسة إيران تجاه ملف العراق عادت ربما لتدار من قبل التيار المعتدل؟ هو صراع ما بين إيران الثورة اللي يمثلها حرس الثورة، إيران الدولة تمثلها المؤسسات الرسمية وزارة الخارجية إلى آخره. ونتذكر أنه حتى ظريف يعني في أحد المرات قدم استقالته اعتراضا على ما يقوم به الحرس الثوري. لا شك أن هنالك صراع حاد في داخل المؤسسة الإيرانية ما بين إيران الثورة وإيران الدولة، لكنه دائما إيران حقيقة تفضل العراق ودول المنطقة أن تتعامل معنا بمنطقة إيران الثورة لا منطقة إيران الدولة. اللقاءات هذه تحرص على ربما ممارسة عراقية جديدة من قبل السلطات الرسمية أنه التعامل مع بقدر الإمكان مع إيران الدولة. لا شك أن يعني ذهاب سليماني أو يعني فسح المجال أمام إيران الدولة من التحرك من داخل العراق بأكثر حرية، لأنه كان هناك الملف
ممسك بصرامة من قبل الحرس الثوري أن تحاول ربما حتى مؤسسات الدولة الإيرانية يعني التعامل، لكن أنا أعتقد أيضا هناك ثوابت في عملية التعامل مع الملف العراقي، وربما التكتيك يختلف، بعض الرؤى تختلف، لكنه أنا أعتقد الأهداف الأساسية ستبقى يعني بالنسبة للجانب الإيراني. طيب، الولايات المتحدة بكادرها الجديد في البيت الأبيض كيف سيكون تعاملها مع الانتخابات العراقية، مع محاولة مثلا تدخل إيران؟ كيف سيكون دور الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة؟ أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية يعني لن تقوم بدور ريادي وأساسي في الانتخابات، ستقوم يعني بالجهد الدولي الجماعي سواء عبر مجلس الأمن، والآن تتصدر يبدو فرنسا هذا الموقف أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أمس الأنباء أنه الحديث عن بلينكين حول التركيز على آسيا وروسيا وترك منطقة الشرق الأوسط، هذا يعني مؤشرات مهمة، ربما سنعود إلى فترة ولاية أوباما بعدم التركيز على منطقة الشرق الأوسط، ومنها أنا أعتقد الملف العراقي الذي ركم في عهد أوباما، وأخشى أنه سوف يتم التعامل معه على هذا النحو في عهد بايدن، لكن يعني بطريقة أخرى. إذن الدكتور باسل حسين، رئيس مركز كلوذا للدراسات، حدثنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا.